هذا الشعير 50 كيلو ب86 ريال يبيعونه اليوم واحد ذي الحجة 1443. الله يبارك للجميع إن شاء الله. مرام 70 ريال يبيعونها اليوم. مدينة الأنعام سوق الآلاف الكبير بالتفريد. شعير برضو بسيارة ثانية يبيعونه ب86 ريال 50 كيلو. كافي يبيعونه ب83 ريال الكيس. الله يبارك لهم. هذا برضو شعير 50 كيلو يبيعونه ب86 ريال. الله يبارك لهم يرزقهم. الوافي يبيعونه الكيس ب73 ريال. مرام برضو بسيارة ثانية يبيعونه ب73 ريال. المرام يعني الاعلاف متوفرة بكميات كبيرة. الله يبارك للجميع. شعير برضو هالبلد انتاج محلي يبيعونه ب77 ريال. يعني اعتقد الشعير المستورد والبلدي كله واحد اعتقد. ما يعني في اختلاف. هذا نظيف يقول الرجال هذا شعير انتاج محلي نظيف جديد ب 77 ريال الكيس 50 كيلو 50 كيلو الله يبارك لهم ويزود لهم ما شاء الله تبارك الله ب 70 ريال الكيس له 70 ريال الكيس رودس يبيعون اللفه ب 100 ريال 100 ريال لفه الرودس هذه كاس عود البرسيم يبيعون الكيس ب7 ريال اللي هو عود البرسيم يبيعونه ب7 ريال مكيس لك الكيس الواحد الله يبارك البرسيم صافي شده من 80 ل 85 17 ريال يبيعونه 17 ريال اللي شده من 80 الى 85 برسيم صافي الله يبارك لهم برسيم صافي شده من 80 الى 85 يبيعونه ب 18 ريال الله يبارك لهم. شده 85 90 يبيعونه ب 17 ريال فيه معه شوي مخلوط. شوي معه شوي مخلوط هذا يبيعونه ب 17 ريال الله يبارك لهم. ما شاء الله شده 90 يقول 16 ريال برسيم صافي عندهم عندهم ما شاء الله كمية كبيرة منه الله يبارك لهم ويزود لهم ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقنا وياهم. برسيم مخلوط شده متر. متر يبيعونه ب 19 ريال شدوا متر البرسيم ذا يبيعونه ب 19 ريال مخلوط الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله البرسيم ذا يقول الرجال وزنه تقريبا 25 كيلو اللي هو قلنا متر الله يبارك لهم مخلوط ب 19 ريال ها 19 ريال وهذا الرودس كم شد الرودس كم شد 90 90 كم بس قيمته وزن ها وزن ايه 18 كيلو يجي 18 كيلو كم قيمته هذا؟ 17 كيلو كم قيمته؟ ها؟ سعر كم؟ 15 ريال الرودس اللي هو هذا الله يبارك لهم صافي شد 95 ب 21 ريال يبيعونه البرسيم الصافي شد 95 ب 21 ريال الله يبارك برسيم شده 90 95 يبيعونه 18 ريال برسيم صافي 90 95 الشد الله يبارك لهم التبن يبيعونه ب 16 ريال شد 90 التبن الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله التبن شده 90 95 يبيعونه ب 16 ريال الله يبارك لهم برسيم صافي تقريبا قريب من المتر شده يبيعونه ب 21 ريال الله يبارك لهم 18 ريال برسيم صافي شده 85 يقول الرجال الله يبارك لهم صباحا من مدينة الأنعام الخميس الموافق 1/12/1443 غطينا لكم السوق الكبير للأعلاف في مدينة الأنعام الذي تتوفر فيه جميع أنواع الأعلاف يقول الله يبارك لهم ويرزقهم ويستر عليهم